السلام عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديده. فيديو نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قبل ما نبدا الفيديو، اللي كنتي اول مره كتشاهدي القناه ما تنساش الضغط على الزر الاحمر موجود تحت الفيديو، دير اشتراك باش تشاركي معايا في القناه، وكذلك زر الجرس باش تبقي توصلي بكل ما هو جديد. الفيديو اللي بنادي اليوم يكون هكا عباره على حليوه كلي تصلح للاعياد، ميلاد، عيد الزواج، عيد الحب، يعني بزاف تصلح بزاف ديال هكا ديال المناسبات. كتجي بنينه، بنات كتجي زوينه بزاف، المنظر ديالها رائع. واهم في الموضوع كامل هو انها كتحضر بسرعه، يعني ما كتطلبش بزاف ديال الوقت، يعني ممكن تحضريها في نهارها بالضبط وما فيهاش بزاف ديال المقادير. المهم خليكم معايا نوريكم المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير البنات، مقادير اللي جد سهله، وصراحه هاد الكيكه البنات انا صراحه اعتمدتها بزاف بزاف، لحقاش كتجي خفيفه هشيشه وكتجي مذاق اللي فيها زوين. اول شيء في المقادير البنات، عندي هنا قبصه ملح صغيره، عندي 3 حبات ديال البيض بحراره الغرفه، عندي 230 غرام او مليلتر ديال الكريمه السائله ديال الخاصه بالحلويات، ضروري البنات تكون كريمه سائله ما يكونش شونتي، وعندي 230 غرام ديال السكر سنيده و230 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، وصاشي ديال سكر الفانيليا بوزن 7 غرام ونصف، وزوج ساشيات ديال خمارة او بيكن باودر بوزن 8 غرام في كل وحده، اي 16 غرام فيهم بجوج. بالنسبه للمقادير البنات غنخلي لكم في صندوق الوصف، ما تنساوش تمشيو تشوفوهم. اول شيء ناخذ داك 230 غرام ديال او مليلتر ديال الكريمه ديالي، غنديرها تطرب قدامي، وانا غنهطر هنا للطبقي ديال الكيك. بالنسبه لذاك الكريمه البنات، فكنطربوها بدون سكر بدون حتى شي حاجه، حطيتها هكا في الروبو هكا تطحن حدايا، وهنا كنحضر الكيك. بالنسبه للبنات، خديت هنا واحد البول اللي وضعت فيه داك 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره الغرفه، ضفت هكا قبصه ملح، 230 غرام ديال سكر سنيده، و ساشي عفوا ديال الفانيليا بوزن 7 غرام ونصف. صافي كناخذ الخلاط الكهربائي وكنبدا نطرب هاد الخليط ديالي حتى كنحصل على الحجم ديالو اللي يكون يعني مضاعف. نبدا يبان ليا هكا السكر، يعني انه داب ليا في البيض، وكذلك البيض بدا ياخذ واحد اللون هكا يعني ميل للبيض. وصافي البنات، وهنا كناخذ داك الدقيق ديالي، الدقيق الابيض او الفورس، 230 غرام كيف ما قلت لكم المقادير نخليكم في صندوق الوصف، وكنضيف عليه داك زوج ساشيات ديال الخماره او البيكن باودر، وكناخذ واحد سباتول وكنبدا نحرك هكا من الفوق للتحت. حاولوا البنات بزاف على هاد الكيك كيف ما كتشوفوا، يعني الحاجه الوحيده في المقادير اللي بقات لنا وهي الكريمه. هنا من بعد ما كندخل داك الدقيق ديالي والخمارات في العجين، كتعطيني هكا عجين اللي هي ثقيله، ما تخافوش منها البنات. فاحنا ملي غادي نديروا على داك الكريمه فهي تخفف وتولي لنا على القوام ديال الكيك. صافي كنبدا نستمر هكا، كنضيف داك الكريمه اللي طربتها وطلعتها مزيان، طلعتها كشونتي مزيان، كنبدا نضيفها هكا القليل بالقليل مع التحريك المستمر من تحت الفوق، باش ما نهرش داك الكريمه ديالي وما نهرش يعني داك العجينه ديالي. كنبقى مستمره بنفس الطريقه كنخلط هكا حتى كنكملها كلها. هنا قبل البنات ما نكمل داك الكريمه اللي عندي، انا هنا ندير لها ملون غذائي، يعني ممكن تخليوها هكا كبيضه اللي كنتو محتاجينها بيضه، ممكن اللي بغيتوها هكا يعني ديروها بشوكولا، ديروا لها الكاكاو. انا هنا البنات بغيت انها تجيني هكا حمر على غوز، يعني ما تكونش حمراء وميمطون ما تكونش داك الغوز، عاد تشوفوها تعطيني واحد اللون رائع، والدرجه ديال اللون كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. هنا البنات من بعد ما كملت داك الكريمه وبقيت كنخلط من الفوق لتحت وتنسجم ليا الخليط مع بعضه وتلون ليا الكيك ديالي، هنا خديت واحد المول اللي وضعت فيه ورق الزبده من التحت ودهنته بالزبده من الجناب، كنوضع فيه الكيك ديالي، كنحاول نسرحها بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. وهنا من قبل كنت دايره الفران ديالي سخون على درجه حراره متوسطه، وعادي نديرها البنات ما عاديش نحل عليها الفران ساعه بالضبط، ساعه بالضبط البنات الا بغيتوها تكون عندكم طايبه وناجحه معكم ساعه بالضبط. وهنا خديتها البنات من بعد ما جبتها من الفران، خليتها حتى بردات وقطعتها كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا، صراحه كتجي خفيفه كيف ما كتشوفوا، وكتجي بنينه بنينه بزاف. انا هنا البنات حيدت لها داك الجوانب ديالها، هنا ما درت لهاش ورق الزبده من الجناب، الا بغيتو ما يجيكمش داك الجوانب يعني في اللون البني وما تضطروش انكم تقطعوها، انا حطيت لكم الوصفه في صندوق الوصف ديال المولي كيك اللي كنوريكم واحد الطريقه اللي ممكن تجيكم الكيك ديالكم بها بيضه ما يجيكمش الجوانب مارو، نخليها لكم في صندوق الوصف. الاسم ديال الكيك سميتها المولي كيك. وهنا البنات خديت هكا واحد الكاسرول اللي وضعت فيها الماء والكونفيتور اللي درتهم على النار مهيله حتى غليتهم مزيان، يعني كونكو انسيغو يعني.
وغادي نسقي به هذا الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا. وهنا البنات بالنسبه للكريمه راني وريتكم في فيديو كنت كنهضر، سمحوا لي، داك الشونتي ديال بنكهه الفانيليا، ممكن ديروا اي نكهه نتوما تبغيوها. فهو البنات درت له ربع لتر ديال الحليب، طربته مزيان، انا هنا زدت شويه الحليب، جاتني الكريمه ديالي شي شويه ما شدش راسها مزيان، فلذلك كنخدم هاد الاسيوس هادي. هكا خديت اول طبقه ديال الكيك اللي وضعت فيها بهذا الشكل هذا بالبوق كيف ما كتلاحظوا معايا، وخديت حتى الطبقه الثانيه حتى هي وضعت فيها بنفس الشكل، وضعتهم في المجمد هكا البنات فرديين، وضعتهم في المجمد حتى شدات لي داك الكريمه راسها مزيان، عاد جبدتها وحطيت وحده على وحده. من الاحسن الا درتوها البنات وهي ماشي في المجمد، يعني وكانت الكريمه عادي تنزل معكم، ديروهم بجوج، ديروهم في المجمد، خلي حتى الكريمه حتى مده 10 دقائق حتى لربع ساعه تشد راسها، عاد كديروا داك الطبقه اللي فوق منها وصافي. البنات انا بالنسبه للكيك ديالي فانا كنت قاسمها على 4، وهنا هاد الحلوه هذه درتها الاخت ديالي، ما بغاتش 4 ديال الطبقات، بغات غير 3، فاستعملنا 3 ديال داك الطبقات ديال الكيك وصافي. كناخذ داك الكريمه ديالي هكا في بوش، وكنحاول ندير هكا على شكل دوائر، او يعني بحال كتجي بحال الوردة. كيف ما قلت لكم انا الكريمه هنا، حاولوا انكم تكتروش يعني الحليب باش تجيكم كريمه اللي هي شاده راسها. انا شويه الكريمه جاتني عقده، ولكن فاش ندخلها للمجمد البنات عادي تشد راسها وعادي تجي مزيانه. هنا البنات بالنسبه للدين كيبقى ديما كنقول لكم اختياري، على حساب الاختيار ديالكم. هنايا خديت هكا لي سوغيز، او لي سوغيز اللي كتكون يعني مصبره كيف ما كتلاحظوا، وريتها لكم في التويتر معروفه، وضعتهم هكا في قلب داك الدوائر ديال داك الوريضات اللي درت. اما بالنسبه للوسط البنات فانا نزينها هكا بفواكه الحمراء، اي فواكه كانت متوفره عندكم ممكن تخليوها غير هكاك وتزين، كنقول لكم ديما كيبقى اختياري. هنا البنات خديت الفرامبواز اللي زينت به، وكذلك الرمان. صراحه كيف ما كتعرفوا ماشي وقت الفريز، ما كرهتش يعني كان الفريز، والفريز كنخليوه البنات بداك العريش الخضر ديالو، كيعطي واحد المنظر واحد الجماليه كيعطي لهاد الكيك هكا. بما انه ما متوفرش البنات خديت هكا القليل من الباتا شوكر، او عجينه السكر اللي درت بها هكا على شكل وريضات، وغنحاول نغرسهم في داك يعني داك البلايص اللي خاوين، يعني كيف ما كتشوفوا يعني تزيين اللي هو جد جد بسيط وسهل كيف ما قلت لكم. كيك اللي ما كتاخذش منكم وقت نهائيا، كتحضر بسرعه يعني بمكونات جد بسيطه، وممكن تحضروا حتى في اللحظات الاخيره كاع ممكن تحضروها وصافي البنات. وكتكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالي من بعد ما حطيتها. كيف ما انا هنايا تقريبا خدات مني هكا يعني في المجموع واحد ساعه ونص، يعني بعد ما درت الكيكه ديالي في الفرن. كيف ما قلت لكم الكيكه حاجه واحده يعني كتطول، هي كتاخذ وقت ساعه. كنت يعني حضرت هكا يعني التزيين ديالي، حضرت الكريمه ديالي، على ما خرجت طابت ليا كان عندي كل شيء جاهز، كل شيء محطوط صوب داك الوريضات، يعني صوبت الكريمه، قطعت يعني قديت داك الفواكه ديالي الرمان وهذا صافي. كان دازت ساعه البنات، جبت الكيك ديالي قطعتها وعمرتها، يعني ما كيف ما قلت لكم ما خدات ليش بزاف ديال الوقت، يعني عمليه وسريعه، واهم في الموضوع هو انها بنينه. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنساوش الاشتراك في القناه اكيد بالدعم باش نزيد نعطيكم المزيد ان شاء الله. ما بقى الا نقول لكم مع السلامه، غدا ان شاء الله فيديو جديد، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك. باي باي، فيديو جديد ان شاء الله.